حل وإن جهدك. يعني لا حتى أبويك من أسوأ خلق الله مشركين، بل من أئمة الشرك ودعاة. وإن جاهداك على أن تشرك بي، يعني بذلوا كل ما في وسعهم من جهد وعطاء لحملك على الشرك، استغلوا كل الظروف والأحوال وطاقاتهم وإمكانياتهم في حملك على الشرك، وده معنى جاهداك. وإن جاهداك يعني بذل غاية الجهد والعطاء في حملك على الشرك. وإن جاهداك على في أشرك من كده، في أكثر من هذا، دعاة كفر، دعاة شرك أبوي. أيوة. وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما في الشرك. بس طب وفي غير الشرك؟ قال له وصاحبهما في الدنيا معروفة. ما دعوتهم للشرك، واحد يقول لك اصل أبوي ده مجرم، ده كافر. كافر يعني يحل لك عدم بره والإحسان إليه؟ أبدا أبدا. ثبت في الحديث الصحيح سيدة عائشة قالت يا رسول الله أم رومان أمي كافر ومشركة في مكة، جاءت إلي راغبة، جاء طمعان فيها أنا بده أبرها؟ قال بريها وأحسني إليه. مع أنها جاء كفر مشركة وما زالت على الشرك، النبي يمنعها هذا.